ضمن سعي الحكومة العراقية إلى تفعيل الاتفاقيات التي عقدت بين العراق والاتحاد الأوروبي ودعوته للمساهمة في تجاوز العراق للأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات، أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عددا من اللقاءات خلال زيارته إلى بروكسل. زار الكاظمي فيها مقر المفوضية الأوروبية والتقى برئيسها أورسولا فون دير لاين، مؤكدا عزم الحكومة على إنجاح الانتخابات المبكرة ومتطلعا إلى دور الاتحاد الأوروبي لهذه الانتخابات في مجال الدعم الفني لمفوضية الانتخابات والمراقبة والتنسيق مع بعثة اليونامي لاستكمال الجهود الدولية للدعم الانتخابي. من جهتها أكدت أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية أن إقرار موعد الانتخابات العراقية المبكرة من قبل الحكومة جاء كخطوة مهمة جدا وأبدت استعدادها للمساعدة في إنجاحها، وأكدت أيضا أن المفوضية اتخذت قرارا في هذا الجانب. الكاظمي أشار أيضا إلى الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من لائحة المفوضية الأوروبية للدول عالية الخطورة في غسيل الأموال، ودعا إلى تشكيل لجنة لتنسيق بين الطرفين بهذا الخصوص تدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد واستعادة الأموال المهربة. الكاظمي أيضا التقى برئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي بمقر البرلمان وأعرب عن تطلع العراق إلى بناء علاقات متميزة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي. قال إنه يعول على تطوير علاقات البرلمان الأوروبي مع مجلس النواب العراقي. إلى ذلك أكد الكاظمي تطلع الحكومة إلى الدعم الأوروبي في حشد الجهد الدولي لدعم قضية المقابر الجماعية والمفقودين الذي خلفهم تنظيم داعش خلال حملات القتل الجماعي المنظم، فضلا عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهوده في تأمين استقرار المناطق المحررة.